السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هاني أم يحيى. واليوم عيد الفطر، إن شاء الله يعلن موعده المركز الفلكي الدولي. أعلن المركز الدولي لعلم الفلك ومقره أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة موعد انتهاء شهر رمضان 2022 في العالم الإسلامي. بالنسبة للمغرب، قدر أنه سينتهي يوم الأحد 1 ماي 2022، وبحسب ملاحظته فإن أول أيام شوال 1433 هو يوم عيد الفطر إن شاء الله، يجب أن يكون يوم الاثنين 2 ماي. يقترب شهر رمضان المبارك من نهايته، وهكذا تبدأ الحسابات الفلكية المتعلقة برصد القمر في التنبؤ بتاريخ عيد الفطر 2022. وفي هذا السياق، أشار المركز الدولي لعلم الفلك بناء على هذا النهج في بيان صحفي إلى أنه في غالبية الدول العربية الإسلامية لا يمكن رصد هلال القمر، معلنا بداية شهر شوال 1443 هجرية مساء السبت 30 أبريل 2022 بالعين المجردة أو بالتلسكوب. لكن في يوم الأحد 30 أبريل 2022 سيغيب القمر بعد 49 دقيقة من الشمس، وسيكون الهلال الجديد مرئيا بالعين المجردة في ظروف جوية صافية تماما كما يضيف المصدر نفسه. بهذا المعنى حدد المركز الدولي لعلم الفلك يوم عيد الفطر 2022 إن شاء الله يوم الاثنين 2 ماي في المغرب، وبذلك يكون رمضان قد استمر 29 يوما، علما أنه في المغرب سيتم الإعلان الرسمي عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وأضاف حفيظ باني أن الرؤية ممكنة بالعين المجردة في ظروف جوية مثالية، وبالتالي فإن توفرت هذه الظروف في نقاط المراقبة سيكون عيد الفطر إن شاء الله الاثنين 2 ماي. بيد أنه في حالة ما لم تتوفر الرؤية، يؤكد رئيس الجمعية أن شهر رمضان المبارك سيكمل 30 يوما. ورغم دقة الحسابات الفلكية فإن المغرب ما زال يعتمد الرؤية بالعين المجردة كأداة لتأكيد رؤية الهلال، وهي المهمة التي يتولاها كل من الأوقاف والقضاة والمصالح العسكرية تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتتطابق توقعات الحسابات الفلكية في كثير من المناسبات الدينية مع ما يتم إعلانه من لدن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو ما يظهر كونها مبنية على قواعد علمية دقيقة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا، كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.